السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا سابقا أن الذهب الخام والمعادن الأخرى تتواجد في مواقع الطيات الرسوبية المحدبة، وسبق أن ذكرنا لكم عن وجود برنامج يمكن استخدامه للكشف عن مواقع الطيات الجبلية ومواقع ترسبات المعادن. واليوم سأشرح لكم طريقة استخدام هذا البرنامج، برنامج خرائط توبو الروسية. فنشرح لكم طريقة استخدامه مع تطبيق عملي لإثبات حقيقة تواجد الذهب والمعادن الأخرى وتركزها في الطبقات أو في الطيات الجبلية المحدبة والتي ذكرناها في الدرس السابق، وشرحنا لكم شكل هذه الطيات، وذكرنا أيضا أن أحد أنواع هذه الطيات هو ما يسمى بالقبة والتي تتركز فيها المعادن بالإضافة إلى الثروات النفطية. كما أنبه أن هذا البرنامج يستخدم للكشف عن مواقع الطيات كبيرة الحجم والتي يمكن استثمارها كمناجم لاستخراج الذهب الخام والمعادن الأخرى، وفقكم الله. الآن ندخل على البرنامج، نبدأ بالدخول عليه ثم نعمل على الضغط عند هذه النقطة، وطبعا ستظهر لنا خيارات كثيرة تعمل على اختيار الخيار الأول روسيان توبو مابس، والذي يستخدم للكشف عن مواقع الطيات المحدبة التي يتركز فيها الذهب الخام والمعادن الثمينة. كما يمكن تحديد مواقع الطيات المقعرة للكشف عن أماكن تواجد المياه الجوفية واختيار أفضل المواقع لحفر الآبار. كما أن هذا البرنامج تم تصميمه للكشف عن المواقع الأثرية القديمة، فعند الدخول عليه ستظهر لديك عدة إشارات، ولكل إشارة أو علامة معنى خاص. أحد هذه الإشارات تستخدم لتحديد المواقع الأثرية، ونشرح طريق تحديدها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. ومن بين جميع هذه الخيارات سنستخدم الخيار الأول روسيان توبو مابس، وكذلك الخيار الأخير جوجل سات. فعند الضغط على النقطة الأولى روسيان توبو مابس ستظهر لديك الخريطة على حسب نوع الأرض الذي أنت عليها. يتم بشكل رئيسي عرض الطيات بجميع أشكالها المتواجدة في المواقع المراد الكشف عنها. تلاحظون في الصورة كل هذه الخطوط الحمراء المتعرجة عبارة عن طيات جبلية. نقوم الآن بتقريب الصورة واختيار أحد هذه الطيات كمثال، وسأشرح لكم طريقة الوصول إليه، وذلك من خلال ربط خيار خرائط توبو الروسية مع جوجل سات أو خرائط جوجل إيرث. نقترب الآن باختيار أحد هذه الطيات. على سبيل المثال سأختار أقرب طية محدبة من الموقع الذي أنا فيه، وسأبحث عن طية محدبة على شكل قبة حتى تكون الصورة واضحة لكم. طبعا النقطة الحمراء هي الموقع الذي أنا فيه حاليا، وقلنا مثلا سأختار هذه الطية المحدبة التي تشكلت على شكل قبة دائرية. والآن سأقوم بالضغط عليها للبحث عن موقعها على خرائط جوجل سات وتحديد المسافة التي تفصلنا عنها. سيظهر لك خط أزرق يمتد من موقع هذه الطية إلى الموقع الذي أنت فيه كما تشاهدون في المشهد أمامكم. هذا الخط أيضا يساعد على تحديد المسافة التي تفصلك عن موقع هذه الطية. بعد تحديد الهدف ننتقل إلى أعلى الشاشة والضغط على هذا الخيار مرة أخرى. طبعا ستظهر لدي كل هذه الخيارات أو النقاط مرة أخرى. سنتجاهل كل هذه النقاط عدا آخر نقطة أو آخر خيار الذي هو الخيار الأخير جوجل سات. سنقوم بالضغط عليه ثم ننتظر حتى يتم تحميل وظهور الموقع.
نعمل على تقريب المشهد، تلاحظون المسافة الفاصلة بيني وبين الموقع الهدف 618 متر، وللأسف شبكة البيانات عندنا ضعيفة لهذا السبب. تلاحظون أن الدخول على الموقع بطيء جدا. هذه هي الطية التي عملنا على تحديدها باستخدام خرائط توبو الروسية، تلاحظونها عبارة عن مرتفع جبلي، وتلاحظون النباتات التي تنمو عليها كلها من أنواع النباتات التي لا تنمو إلا في أماكن التربة المعدنية مثل أشجار العرعر التي ذكرناها لكم سابقا. في الفيديو القادم سأعمل على النزول إلى هذا الموقع، نزول وتصوير ميداني لتصوير الموقع وإثبات صحة هذه المعلومات من خلال تصوير نوع العروق الرسوبية ونسبة المعادن العالية المتواجدة في الموقع على شكل تأكسدات معدنية. وفقكم الله.